عم تسعى شركة أبيك جيمز إلى إعادة لعبتها الشهيرة فورتنايت إلى الأب ستور. طبعاً بعد ما قامت شركة أبل بحذفها الأسبوع الماضي إثر خلاف كان طويل بين الشركتين، وشكى محامو أبيك جيمز في دعوة جديدة تقدموا فيها إلى المحكمة من إنه الشركة قد تتعرض لضرر لا يعوض في حال طبعاً لم تعد أبل لعبة فورتنايت إلى متاجر التطبيقات الخاصة بها. وبالمناسبة في العديد من الموبايلات اللي تم بيعهم ب$10,000 لأنه فيها لعبة فورتنايت، صاروا الناس عم بيشتروها. وفعلا هذا الموضوع شكل ضرر بشكل كتير كبير للعبة فورتنايت، وأثارت أيضا أبيك جيمز نقطة مصلحة الجمهور اللي هي اتخذتها كمحور مهم جدا في قضية إعادة اللعبة إلى الأب ستور، وأكدت أنه لديها حظوظا كبيرة في إثبات انتهاك أبل لحق المنافسة. وأشارت أيضا أبيك جيمز بدعوة جديدة إلى أنه أكثر من 116 مليون مستخدم مسجل من أصل 350 حصلوا على فورتنايت فقط من الآي أو إس أو الأب ستور، وأضافت أنه عدد اللاعبين النشطين يوميا عبر آي أو إس تراجع بنسبة 60% من لما شالوا فورتنايت من الأب ستور. 60% رقم جدا جدا طبعاً كبير صراحة. وتخوفت طبعا الشركة المدعية من أنها قد لا ترى من هؤلاء المستخدمين مجدداً أو أنه يلعبوا لعبة فورتنايت مجدداً، ولم يعد محبو اللعبة من مستخدمي أجهزة أبل بيستطيعوا الحصول على أي تحديثات لفورتنايت، ومنها طبعاً الموسم الجديد اللي نزل على بآب أغسطس المقبل، وما عاد فيهم يلعبوا اللعبة إلا فيما بينهم، لأنه واللعبة مشهورة، لعبة فورتنايت من اللعبة اللي جداً 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 بالأخص مشهورة بالأخص بحبوا الجيمينج تماما كثير. والحلو بهذا الموضوع يعني مثل ما عم نشوف، ولكن انا سؤالي الاكبر انه مين بتتوقعوا يكون الفائز الاكبر بهذا الخلاف؟ يعني ابيك جيمز حطت راسها براس ابل اللي هي عملاقة التكنولوجيا، لذلك انا رح اخذ راي علي اللي هو من محبي الالعاب الالكترونية وسابقا كان يلعب فورتنايت. صحيح بالضبط كنت العب فورتنايت من قبل. يعني ليش بطلت؟ التحديثات وهاي يعني أكثر لعبة اللي أنا ألعبها فيفاوي يعني. أوكي فيفاوي هذا مصطلح جديد. حريني نطالع مصطلحات. أوكي. أنا عندي يعني في رأيي إن شيء مؤسف اللي قاعد نشوفه ما بين أبل وفورتنايت، يعني هاي الشيء مو بصالح أبل. صح. عرفتي يعني فورتنايت لعبة كبيرة و... صحيح. بالمناسبة بعد ما صار كل هذا الموضوع صارت توصلني نيوزلترز من أبل عم بتحث الناس فيها لينزلوا الألعاب الأخرى اللي موجودة على الأب ستور تبعها، وأنا ما وصلني من قبل هذا النوع من النيوزلترز، هاي الرسائل على الإيميل صارت توصلني إنه هاي الألعاب الموجودة فيك تلعب هاي اللعبة، وأنا أصلاً ما عندي ولا لعبة على الموبايل. بس بغض النظر هذا دليل إنه شكلت شيء حذف لعبة فورتنايت من الأبل، يعني كان إلى تأثير سلبي على الطرفين. نعم. بس هل ممكن يعني شركة مثل أبيك جيمز تحط راسها براس مثلاً أبل؟ يعني مين الفائز تتوقع بيكون بالنهاية؟ أنا أبل. أبل من أكبر شركات، يعني إذا مو أكبر شركة في العالم، يعني كماركتينج كطريقة ماركتينج كاسم أبل، يعني يوم أنت تقولين تليفون آيفون. وبكفي كمان المعلومات اللي عندهم والبيانات اللي عندهم اياها حول العالم لكل المستخدمين. ولكن أبل من الشركات اللي عليها يعني إشارات استفهام كثيرة من ناحية الاحتكار وغيرها، ومؤخرا أيضا يعني عملوا جلسة مع عمالقة التكنولوجيا سواء كان فيسبوك جوجل أبل مع كل الرؤساء التنفيذيين تبعهم، وحكوا لهم أنه أنتوا في عندكم عم تنتهكوا يعني البوليسيز تبع المنافسة الشريفة خلينا نقول، وحتى موضوع انتهاك أو الاحتكار حتى. وتعرفين أنا في رأيي أن فورتنايت شوي هم غلطانين في السالفة. ليش؟ يعني هم يعرفون اوريدي الاجريمنت واللايسنس حق أبل. ما في شيء يتغير من قبل أبل حاليا. يعني اذا انتم تعرفون ليش تحطون طريقه ثانيه للدفع تماما، عرفتي؟ يعني هم حاطين
هناك المفروض هم يعرفون شركة كشركة نفس فورتنايت يعني. لا هو كمان بحس انه اصلا لمصلحة اللعبة انه يعطوه ولا ابل انه كل حدا عنده ايباد او ايفون او شيء يعني من هالتكنولوجيا بالبيت، وبالاخص تحسي الصغار اللي مو الصغار مثلا عمرهم 7 سنين 10 سنين بيلعبوا هاللعبة كثير، فدغري بنزلوها على الاب ستور بتصير اسهل حتى يقدروا يلعبوها اكثر. ومبينة الارقام يعني انخفضت نسبة لاعبي فورتنايت 60%.